احنا الحمد لله في هذا بحال هذه المناسبات الدينيه لعيد الاضحى وهذا تنديروا عيد الاضحى تنديروا هذه الزيارات الاجتماعيه باش نحسوا الدراري بالفرحه ونعيشوا معاهم داك الجو تاع العائل الجو العائلي معاهم. والحمد لله كما شفتوا الحمد لله درنا معاهم اضحيات العيد ودرنا معاهم وجبنا لهم حلويات واحتفلنا مع واحد الطفل من نزلاء الجمعيه احتفلنا معاه في بعيد الميلاد ديالو. الحمد لله كما تشوفوا الحمد لله هذا هو المهم عندنا احنا هذا هو الهدف ديالنا هو ندخلوا الفرحه لهاد الاطفال الصغار تاع الشوارع ندخلوا لهم الفرحه وندخلوا لهم السرور ونربوا فيهم نربوا في الجيل تاع الفئه تاع المجتمع نربوا فيهم الموده والرحمه بيناتنا. الحمد لله احنا الحمد لله كل شيء ناكل بحال بحال. الجمعيه التروان تاسست في 2009. الاهداف الجمعيه هي مواكبه الطفل في وضعيه الشارع. الجمعيه ديالنا كانوا اهداف ديالها هي المواكبه يعني في الاكل والملبس وفي المواكبه النفسيه وكذلك الصحيه، ولكن الحمد لله الان الجمعيه بعد ما مول عندنا المبيت هناك مواكبه كذلك تربويه وتعليم وكذلك في المجال التكوين المهني بالنسبه للاطفال اللي كتراوح الاعمار ديالهم اكثر من 14 سنه. بطبيعه الحال حنا كنشتغلوا داخل الجمعيه عن طريق العمل داخل الميدان بمعنى الاماكن اللي كيتواجدوا فيها هاد الاطفال، وبالتالي من خلال الثقه اللي كنربطوا معاهم واللي كنخلقوا معاهم على مستوى الشارع هي اللي كتجعلهم انهم يجيو عن تلقائيه للمركز ديال الجمعيه، وهنا كتبدا العمليه ديال الانصات، كتبدا العمليه ديال الدروس التربيه الغير النظاميه، كتبدا العمليه كذلك ديال واحد المجموعه ديال الانشطه الرياضيه. وانا جيت اليوم مع هاد الاطفال هادو وفرحانه بزاف بزاف وقلبي عليهم يعني بزاف، وبغيت نعمل لهم اكثر يعني. جيت اليوم باش نشوفهم وفرحانه بزاف في المغرب وخارج المغرب، يعني نقرب لهاد الاطفال ويعني نكون معاهم ونضحك معاهم ونبكي معاهم. اليوم عندي عيد ميلاد ديالي ومفاجئين في هذه الجمعيه التروان انا وخوتي. كنشكر هذه الجمعيه جمعيه التروان وكنشكرهم بزاف وكنشكر كاع الناس اللي ساهموا في هذا العيد وجاوبنا الاضحيه وشكرا.